ورحمه الله وبركاته. هي طبعا بعد الكلام اللي قلته ده انا اي ما ايه في العادي يعني انا بحس ان ايه قلبي بيدق يعني. كان في اول الكليه بيدق، كانت الدفعه 50 فكان بيدق 50، فلما كبرنا بالكليه وبقوا دفعه في 2 في 3 فلقيت العدد اكتر، فالنهارده بيدق بكل اسم موجود في الكليه فبيدق كتير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الاستاذ الدكتور معالي الوزير احمد عزيز، انا ما بعرفش اقدم عشان الكلام يبقى مرسل كده، لكن انا عايزه اقول له ايه بقى النهارده: خير اذا جئته يوما لتساله اعطاك ما ملكت يداه واعتذر يخفي صنائعه والله يظهرها، ان الجميل اذا اخفيته ظهر. جنتنا عزيز جمعتنا وعزيزنا الى الابد السيد الاستاذ الدكتور احمد عزيز. طبعا حاضر معانا النهارده دكتور مصطفى، ودكتور مصطفى انا بعتبره اخويا الكبير لاني بيني وبينه حوالي 33 سنه عشره يعني. دايما اقول له ان معلمي، لان انا فعلا يعني اتعلمت منه كتير 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 يعني. الباب المفتوح والاخ الكبير واللي ما بيبخلش علينا ابدا لا بمعلومه ولا بنصيحه. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. كليتنا بقى يعني دكتوره امينه حييتكم، لكن انا عايزه اشكركم الحقيقه بالاسم يعني كل واحد عن واحده. دكتوره امينه ربنا يبارك لي فيكي. اخواتي انا، احنا بنقول ان احنا عيله، وعيله مالكه كمان مش اي عيله يعني. فدكتوره امينه، دكتوره غنى، دكتوره ثريا، ودكتوره ناديه، ودكتوره نور، ودكتوره صفاء، المعيدين كلهم، كل الاقسام، كل يعني اعضاء هيئه التدريس، معاوني اعضاء هيئه التدريس، بجد شكرا. السنة جميلة، ما لقيتش منكم غير دعم. كنا بنتكلم فبيقولوا لا يا عميد كلية، قلت لهم لا، احنا عمدة، احنا أعمدة، احنا أعمدة لكليتنا، كل واحد في مكانه، فما فيش عميد، لكن في أعمدة شايلة كلية هتطلع للسما إن شاء الله بإذن الله. فشكرا أعضاء هيئة التدريس. الجناح الثاني لأعضاء هيئة التدريس، إداريين كليتنا المحترمين جدا جدا جدا، كل إدارة على رئيسها شخص كتر خيركم، برضو دعمتونا كل الدعم، مفيش حد متأخر. جزاكم الله عن كليتنا خير، ودايما يا رب كده إن شاء الله بإذن الله منورين في دايرة الدايرة اللي أنا بقول عليها. جزيرتنا البعيدة إن كلية التمريض تاخد الاعتماد ما بقتش بعيدة، احنا كلنا ماشيين في مركب واحده بنقدف بنفس الريتم، علشان كلنا هنقدف مع بعض عشان هنوصل قريب قوي ان شاء الله باذن الله لاعتماد الكليه في عهد دكتور احمد ان شاء الله باذن الله وعهد دكتور مصطفى. اتحادنا الجميل يعني ولادي حبايبي، اللي انا دايما اقول لهم حبايبي حبايبي، لان هم من قلبي ولادي والله وحبايبي. شكرا اتحاد الكليه اللي قايم بدعم كبير للكليه. شكرا لابني البار خالد زكي يعني، واتمنى يبقى فيه في الكليه 2003 خالد زكي بكميه الدعم وبكميه البر اللي هو مستغل لنا احنا كهيئه تدريس. النهارده طبعا حاضره معانا الحفله برضه معلمتي يعني، هو انا بيني وبينها حوالي 6 شهور لكن هي بتعلمني حاجات كتير قوي، دكتوره صباح العميده السابقه. ايوه الحقيقه يعني هي دكتوره صباح، انا بتعلم منها كتير، بقعد علشان اخد خبره، وبقعد عشان اتعلم، وبقعد عشان لقيت قلب كبير يحتضني ويحتويني ويسمع مني ويسمعني، اللي كل يوم بتعلم منه. منورانا منورانا منورانا، وشكرا لوجود حضرتك معانا دكتوره صباح. ولادي بقى حبايبي اللي هم يعني المعهد والكليه الاثنين يعني على السواء يعني. سنة جديدة سعيدة، أنا بقول السنة دي واصل لي كمية شتلات، يا إيه ده البستان هيكبر قوي ما شاء الله. فإحنا كل حد فيكم أنا بعتبره شتلة جديدة، لأنه خلاص هو بذرة من زمان بقى جاي لي من المدرسة، خلاص بقى شتلة دلوقتي. فالشتلة بتاعتي هنحطها في بستان في كلية تمريض، وهنبتدي نبقى بستان من كمية زهور وروائح إن شاء الله بإذن الله، لا حاجة تانية خالص يعني. فمنتظرة منكم الكتير. كنت بحكي حكاية كده فحد قعد إيه يضحك عليا يعني. فبقول لهم ايه؟ بقول لهم انا الباب وانا بخبطه في الكليه كده فخبط جامد، فرحت طبطبت على الباب وقلت له اسم الله عليك معلش يعني حقك عليا. ف
فقعدوا يضحكوا انت بتطبطبي على الباب. صلوا على النبي، اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. في ذكرى المولد النبوي كان في جزع شجرة، النبي لما وقف جنبه وسابه بعد كده الجزع عن، مش كده؟ وحل للرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الملائكة شاهدين علينا واحنا بنحافظ على ممتلكات الجامعة بتاعتنا وممتلكات بلدنا. مصر تستاهل ان احنا نخبط على بيبانها ونحافظ على حضنها، والجامعة تستاهل لان ده حرم كل ما رعيته ربنا رعاك. فاحنا مستنيين حفاظ على كل زي ما بيقولوا ايه، حتة في كرسي، الكرسي بتاعك بتاع بعد كده ابنك من بعدك ان شاء الله باذن الله. فالمحافظة على الحاجات هتشهد لنا بيها الملائكة اللي موجودة في المكان اللي انتوا حافظتوا على ممتلكات البلد وعلى بلدكم. ربنا يحفظ مصر واهلها دايما يا رب، ودايما نشوفكم في التجمع ده. عايزه اقول لكم ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا. يعني انا مش عايزه اطول عليكم، لكن انتوا اصحاب مهنه ربنا اللي اختارها. عمال اللي عايز يدخل هنا واللي يدخل هنا واللي يدخل هنا بدون استثناء، الكليات كلها تحترم، لكن شوف اختيار ربنا لحضرتك شكله ايه. اختيار ربنا لحضرتك، والكلام ده قالته دكتورة أمينة، انك تشتغل مع ارقى مخلوقات الله على الاطلاق. انت بتشتغل مع روح البني ادم. طب روح البني ادم العادي؟ لا، ده انت بتشتغل مع روح البني ادم المحتاج للدعم بكل الاشكال، واولهم الدعم بتاع الود. فاحنا لما بنود المريض، حتى الدعوة اللي بتطلع من المريض بتوصل لك للجنة في نفس اللحظة، لأنها دعوة مقبولة. يبقى أنت ربنا اختارك في مكان اللي هو أحسن مكان على الإطلاق. استشعروا النوايا وانتوا بتشتغلوا في التمريض، وتعلموا عشان تقوموا المهنة دي صح، وإن شاء الله بإذن الله تقوم بيكم ونبقى يعني كل المهن جميلة، لكن التمريض حياة 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 على الإطلاق. عاش كلية التمريض. شكرا. أما الآن مع كلمة نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع الأستاذ